إذا أشرف محمد روروة مساء اليوم على اجتماع المكتب الفيدرالي بالمركز الفني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى بعدما كان مقررا بمدينة ورقلة في البداية، وعرف الاجتماع الخروج بعدة توصيات وقرارات والتي كان أبرزها تقسيم تربص الخضر تحضيرا لمواجهة السيشل إلى مرحلتين بالإضافة إلى دعوة رؤساء الأندية والفاعلين في البطولة. نتابع هذا التقرير للزميل كمان ماوي. أشرف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم محمد روروة مساء اليوم على اجتماع المكتب الفيدرالي بالمركز الفني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى بعدما كان مقررا بمدينة ورقلة سابقا، وعرف الاجتماع الخروج بعدة توصيات وقرارات والتي كان أبرزها توفير كامل الإمكانيات للمنتخب الأول للتأهل إلى كان 2017، تقسيم تربص الخضر استعدادا لمباراة السيشل إلى شطرين، الأول ينطلق في 30 ماي وينتهي يوم 4 جوان، والثاني يمتد ما بين 7 جوان و14 من نفس الشهر. ندوة صحفية للناخب الوطني كريستيان غوركو في يوم 6 ماي. الخضر يجرون مباراتين وديتين بين 15 و13 أكتوبر بالجزائر لم يفصل في هوية المنافسين. الفاف تندد بتنامي ظاهرة العنف في الجولة الأخيرة. دعوة الفاعلين في البطولة الوطنية بقسميها الأول والثاني لضرورة التحلي بالروح الرياضية والمسؤولية لضمان السير الحسن لباقي الجولات. هذا وغابت قضية شباب قسنطينة ونصر حسيندي والمتعلقة بمحاولة رشوة الحكمين المساعدين عن أشغال المكتب الفيدرالي رغم أن الفاف هي من أوردت القضية في بيان رسمي.